خطبة المرجعية التي قالت إن هذه المعركة هي أصعب من معركة القضاء على الإرهاب أو القضاء على داعش. مجرد التوصيف على أنها معركة، هل تشعرون أن هذه المعركة متكافئة مع ناس ما عتها علم، بس العلم وما عتها غير أن إثباتنا مع قوى سياسية تمتلك المال وتمتلك الأسلحة وتمتلك السلطة وبالتالي تمتلك القرار؟ أنتم كيف يمكن أن تفرضوا إرادتكم أو قراراتكم كما فرضتوها في المرحلة السابقة في قضية القبول بمرشحكم أو مرشح الشعب؟ نعم أستاذ العزيز، إحنا مع هاي الحرب، هاي الحرب الحرب الباردة حاليا، الحرب الباردة وهي الاغتيالات، والقوة اللي ضدنا قوة ظالمة. حاليا إحنا مثل أمر المرجعية مباشرين بسلميتنا، ظالين على سلميتنا الحمد لله والشكر، ما متجاوزين حدنا وموافقين نظل بالساحة التظاهر، عدم التجاوز على القوات الأمنية، عدم المساس بممتلكات الحكومية والمدنية، محافظة على أملاك العالم، ما متجاوزين خطوط اللي حددتها المرجعية، المظاهرات مالتنا سلمية باقة سلمية لآخر يوم بحياتنا لحد ما تتحقق مطالبنا إحنا سلميين. أما إذا على الأحزاب ظالمة، ما تحاربنا، الحكومة ما قاعدة تحمي، بس إن شاء الله إذا إحنا عندنا العلم فالعلم بي الله أكبر، فالله أكبر ينصرنا على أقوى قوة وأقوى حزب يسقط أمام الله.